نحن الآن في مستشفى الشحر، المستشفى التي نقل إليها المصاب فيروس كورونا. نحن الآن في مدينة الشحر، فرض حظر التجوال على هذه المدينة المبوبة بأول حالة فيروس كورونا. نحن الآن في مستشفى الشحر، المستشفى التي نقل إليها المصاب فيروس كورونا. نحن الآن في مدينة الشحر، فرض حظر التجوال على هذه المدينة المبوبة بأول حالة.